ننتقل الآن إلى عالم الورد وتنسيقات الورد بمختلف أشكالها، ورح يكون معنا المهندس علاء الهبارني لنتحدث معاه، ورح يعني ينسق لنا مجموعة من الورود الآن. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ إبراهيم. أهلا، صباح الورد وصباح الأمل دائما إن شاء الله. نعم. إليك ولجميع المشاهدين. صباح الورد هي فعليا هاي هي، لأنه اليوم رح نكون معك، رح نعرف من خلالك ورح نشوف أيضا بعض التنسيقات اللي رح تكون معنا موجودة على الشاشة. احكي لي شو محضر لنا اليوم؟ والله أن اليوم يعني محضر تنسيق للورد. تعرف أنت الورد هو يعني يعبر عن الحب، عن السلام. طبعا دائما الواحد أول فكرة بتجي إله إذا بده يزور حدا شخص بيأخذ له ورد، صح؟ لأن الورد بيعطي طمأنينة، راحة. نعم. برضو حب، برضو فرح كمان. طيب لما نحكي عن الورد، ألوان الورد، هل اللون، هل ألوان معينة بتكون تعكس مناسبة معينة؟ يعني إذا زرت واحد مريض شو مفروض أخذ له ورد؟ بدك تأخذ له لون أبيض. أبيض. اللون الأبيض يعطي سلامة، هدوء. بدك تعطي للون الحب لون أحمر. يعني الألوان الورد على سبيل المثال، مثلا إحنا في عندنا الوردة الوطنية للأردن. نعم. عندنا الرمز للأردن. صح. السوسن. اللي هي السوسن السوداء. فيعني عطاء وقوة. فكل لون بيعطي رمز وقوة، وبرضه نفس الإشي بيخلي بيطلع روح الروح الداخلية بينعشها. نعم. بيعطيك، بيعزز الثقة، وإذا كنت مثلا شوية فيش شوية نشاط بصير في عندك نشاط. نعم. لما بتشوف الورد طبعا. طيب اليوم رح تعملنا تنسيق زهور اليوم. نعم. جايب الألوان. نعم. يعني نعم. زهري أبيض نهدي نفسجي أبيض نفسجي. نعم نعم صحيح. احكي لي كيف تبلش عادة؟ سيدي عادة بالأساس لازم بدي أبلش ميزان. أنا طبعا أنا حاط مجهز نموذج بدنا نشتغل عليه. طبعا إحنا في عندنا كريم فوم. الكريم فوم هذا قبل الاستخدام لازم نغمره بالماء حتى يشرب مي، بيصير في احتباس ماء. طبعا الماء الموجود فيه هذا بيغذي الورد بدل ما بنحطه بمزهرية على سبيل المثال. نفس الوقت بيصير قاعدة أساسية للورد، وبيحافظ على حوية الورد حتى ما يذبل كمان. زي ما طيب قد ايه عادة عمر الورد يعني حتى مع وجود هاي؟ بس عمر الورد طبعا لازم يعني تكون في أساسيات نشتغل عليها احنا. على سبيل المثال مثلا زي قطف الورد. الورد حتى يصير عمره أطول لازم احنا نقطفه في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، لأنه يكون الورد بالحالة هاي منتعش. إذا انقطف خلال فترة الشمس، هاي فترة اسمها فترة النتح. الفترة هاي بتأثر على الورد، بيصير في عملية تنفس وغذاء. لما تيجي تقطف أنت الآن قطعت عملية بالحالة هاي، الورد راح يذبل. هذا في حالات الحر الشديد. نعم. أما في حالات البرد يفضل قطفه مساء. نعم. يعني في حالات صباحية للأجواء الحارة، المناخ الحار، تأثر على دورة حياة الورد. طبعا تأثر على دورة حياة، لأن الورد أصلا يقطف في مرحلة قبل اكتمال النمو، لأن الورد خلال القطف وبعد القطف يكمل نموه حتى يصل للسوق أو للمستهلك، حتى يصل ويتفتح ويكمل ويستمر معك 5 أيام 4 أيام 6 أيام. وفي مغذيات كمان للورد ممكن تساعدنا. ممكن. طيب. تساعدنا. بنبلش. بنبلش طبعا. احنا اول شيء لازم نحتمل اياه اليوم، احنا اول شيء لازم نستخدم نسوي لنا آلية، نستخدم مركز نشتغل عليه مثلا لوزيني الوردة هاي. تمام. احنا الان بنشتغل على ميزان لنا مشان نشتغل عليه. سيدي بتعير، بدنا نعير إشي مشان نشتغل عليه، وهذا العيار بفيدنا إحنا مشان نشتغل عليه كبداية. نشتغل عليه بسهل إنه أمور كثيرة. وبتوزيع الألوان. وبتوزيع الألوان. نعم أكيد. بس الآن إحنا الوردة هاي الثانية بدنا نعطيها زاوية بشكل 90 درجة، ومقابلها نفس الإشي، مقابلها هون نفس الإشي، وهون كمان سيدي نفس الإشي، وهون كمان نفس الإشي. طبعا الورد هاي لونها جميل جدا. طبعا طبعا الورد هذا العلم بس إنتاج أردني. نعم. الورد هذا مزارع أردنية بتنتجه ويتسوق أردني، فيعني الورد يعتبر للاقتصاد مدخل هام جدا. صح. في في بورصة عايشة في هولندا. صح. هولندا من أكبر الدول المصدرة للورد. صحيح. نعم. يتم استيراد الورد، يتم استيرادها منها طبعا. طيب ايش نوع الورده هاي تحديدا؟ هاي ليزونيا. هاي الورده هاي سيدي
عندنا هاي الكريز. جميل. أعتقد بيستخدموها غالباً كريز. كريز عدة أنواع. هاي كريز سبايدر. شكلها شوي بيعطي زي سبايدر على سبيل المثال. طبعاً جميلة جداً. حتى ألوانها متعددة. تلاحظ من داخل لون أخضر أصفر. حلوة. عادة شو أكثر إشي بنطلب؟ مناسبات الأفراح فصد. الألوان بتعرف أنت إحنا يعني محبين كثير دائماً اللون الأحمر جميع المناسبات إحنا يعني في رومانسية في رومانسية طبعاً. حتى لو يعني على سبيل المثال بدك تأخذ هدية لولدتك بيخطر بالك اللون الأحمر زوجتك اللون الأحمر مناسبات ثانية لون الأبيض. حتى في أوقات لما يتطلب الأمر أنه يعني تتبشر أنه راح يجي مولود إليك درجة عادة عندنا أنه بدك تحدد أنه الإبن ذكر ولا أنثى فتختار لون معين لهذا الأمر. نعم 100% عشان يكون محايد. أيوة. والأعراس أعتقد الأبيض. الأعراس الأبيض كمان الأعراس. طبعا حتى يكون بالصورة إحنا الورد عملية القص بشكل مائل يعطي عمر أطول إله. خليني أشوف. تفضل سيدي. صح. ليش؟ لأنه في فطريات وبكتيريا إذا عملية القص كانت سطحية بتسيطر عليها وبتغلق وبطل فيه امتصاص للماء والمواد الغذائية وهذا بيأثر عليها. وفي حالات المزهريات غير التصميم اللي زي هيك مزهريات مائية لازم إحنا بشكل يومي نحط نترات الفضة أو على سبيل المثال خل. نعم. لأن الخل بيقتل الجراثيم والماء بيتغير بشكل يومي. طبعاً عندنا إحنا كمان أزهار تستخدم طبياً. زي. يعني على سبيل المثال تستخدم لعقاقير طبية. بيستخلصوا منها. بيستخلصوا منها. أو مواد غذائية زي نعم. الكركديه مثلاً. صح. بالأصل ورد. نعم. ويستخدم غذائياً كمان في الألوان الطعام. الورد وخاصة الورد الجوري وبالكيك كمان وبمختلف الحلويات بمختلف الحلويات. الورد بيعطيك رمز راحة طبعا وبرهية النفس لجميع الأشياء ورب الورد. طب سؤال في أشخاص توصلها مثلا بوصلها بوكي ورد وعشان يحافظوا عليه برشو سبري مثلا في عملية تنشيف للسبري بس حتى مشان هي تساعد بحالة واحدة إذا نشف الورد حتى ما بصير في عملية كت إله إنه بميفل وراقه ما بتنفل بس إنه هاي العملية بس ما بيطول دورة حياته لا دورة حياته ما تطول. الأمور الأساسية اللي حكيناها اللي هي قص من تحت تكون عملية القص بشكل مائل بتعطي الورد حيوية وامتصاص بشكل مدة أطول وبالإضافة لذلك استخدام نترات الفضة أو الخل بشكل يومي. عم بيكون بشكل منظم يعني أنت عم بتوزع مشان نعطيه لون أو يعطيك راحة للنظر ترتاح وانت بتطلع عليه على سبيل المثال ما يكون معجق. أيوة. وفي اللي هو الورد اللي بيكون اللي هو خفيف أنا ما بعرف شو أنواعهم بس اللي بتكون هي زي نباتات بالأكثر هاي يسموها أعشاب على سبيل المثال هي من فصيلة الأعشاب الزينة تكون خفيفة جميلة أيضا. طبعا جميلة. في الورد هذا يهيئ لك النظرة الأولى أنه ورد صناعي ناشف ستاتيوس هو ورد طبيعي بس أنت يهيئ لك النظرة الأولى أنه إيش أنه ورد صناعي أنه صناعي بس هو ورد طبيعي. إذا بنقدر ناخده على الشاشة خليني أفرجيكم نوع الورد هذا أكبر لك بيعطيك أنه هو فعليا إنه صناعي ورد صناعي ولكن هو طبيعي هو طبيعي وناشف حتى لما ينشف نفس يعني الروح بتظلها مثل ما هي الشكل اللي بيأخذه. أو أحيانا بتكون بدك تروح لحدا شو بدي أخذ لورد ولا شو أيوة صاروا يجمعوها صاروا يجمعوها مع بعض وبيزينوها من خلال الورد طبعا فهاي بتعطي روح أو بتشجعك زي ما حكينا قبل شوية أنه الشوكولاتة فيها بترفع معنويات السعادة. نعم. الورد كمان بيعطيك نشاط. صح سيدي هيك يبقى. الورد جاهز طبعا هيك البوكيه جاهز خلينا نشوف كيف يعني
حلو. الله يحلي ايامك. شكرا لك. الله يخليك. الله يخليك. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك استاذ ابراهيم مهندس. والله يخليك وشكرا لكم. احنا استمتعنا جدا بوجودك معنا اليوم. تحياتي. وان شاء الله دائما تكون الحياه كلها ورد. دائما لنا ولكم ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا.